في أواخر القرن الماضي عرف المغرب حملة استهدفت المهربين والمتهربين من الضرائب، وتم القبض على عدد منهم ومحاكمتهم، ونتج عن ذلك نوع من الخوف أثر على عمل العديد من المقاولين. في سياق المعلومات التي تضاربت في أحيان كثيرة حول الغاية من تلك الحملة، ركب الموجة ثلاثة: شرطي سابق وجمركي سابق ومعشر سابق، وانخرطوا في عمليات ابتزاز. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. تعال أنت مبحوث عنك. الحلقة الأولى. أواخر القرن الماضي مطلع التسعينيات، شهد المغرب حملة تستهدف أباطرة المخدرات والذين يتملصون من دفع الضرائب والمهربين المتعاطين شتى أنواع التهريب، ولم يفلت من تلك الحملة عدد من المرتشين من رتب مختلفة في الشرطة والجمارك وإدارة الضرائب. كان الكل يعلم أن الفساد لا يولد يتيما، وقد تم تشكيل فرقة خاصة تضم ممثلين من مختلف المصالح التي تعنى بالزجر، وأوكل إليها البحث والتنقيب في ملفات كل الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تلك القضايا وإنجاز المساطر لتقديمهم إلى المحاكم. جل الأظناء أودعوا السجن قبيل انطلاق المحاكمات، كان معظمهم من وجهاء مدنهم ومناطقهم، وكان بعضهم من سام المسؤولين في عدد من المصالح، وها هم الآن يتقاسمون فضاء الزنازن مع مجرمين أدينوا في قضايا مختلفة، بدءا بالسرقة باستعمال العنف وانتهاء إلى القتل بصياغه المختلفة. كان من تداعيات تلك الحملة التي يذكرها كثيرون أن عددا من رجال المال والتجار غادروا إلى الخارج خوفا من أن تنالهم الحملة، أو سحبوا أموالهم من البنوك وجمدوا الكثير من مشاريعهم. كانت الشائعات وقتها تفعل فعلها، وكانت المعلومات التي تتداول على نطاق واسع وأغلبها لم يكن صحيحا تفعل في وسط المقاولين فعل النار في الهشيم. في سجن عكاشة بالدار البيضاء كان عدد من موظفي الأمن ومصلحة الضرائب والجمارك وقطاع التأشير يمضون عقوبات حبسية بعد إدانتهم في قضايا مختلفة. كانت أيام السجن قد جعلتهم يرتبطون بصداقة، وقد اتفقوا على اللقاء بشكل دوري بعد أن يمضوا عقوباتهم، وكذلك كان. وصادف إنهاء آخرهم عقوبته الحبسية تلك الحملة التي تستهدف المهربين وأباطرة المخدرات ومن هم في حكمهم من المتهربين من دفع الضرائب وغيرهم. التقت المجموعة وكانت تتكون من سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق الذي كان يعمل في الدار البيضاء وحكم عليه بسنة سجنا في جريمة أخلاقية كان في أواسط عقده الرابع. ضمن المجموعة أيضا إدريس مغلال وكان يعمل مفتشا في إدارة الجمارك وأمضى في السجن عاما ونصف العام بعد إدانته في قضية ارتشاء. كان العنصر الثالث في تلك المجموعة عزيز المرتدي الذي كان يعمل في مكتب للتعشير وأدين في قضية سرقة. كان الثلاثة قد تعودوا المال السهل والإنفاق بسخاء، وهم الآن في وضع يختلف تماما عما درجوا عليه سنوات طوالا. في لقائهم ذاك المساء كان موضوعهم البحث عن مصادر للحصول على المال. كان سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق يقتعد كرسي الزعامة في تلك المجموعة،
وبعد تقديم ضمنه كل المعلومات التي تخص الحملة وما يروج في شأنها، انتهى إلى أن الأمر الآن في يد فرقة خاصة تتولى النظر في كل الملفات والبت فيها. تأسيسا على تلك المعطيات، اقترح سليم المخاطر أن يكون الثلاثة فرقة موازية تتولى حملة ابتزاز تستهدف كبار التجار والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير. كانت الشائعات ومعلومات كثيرا ما رددت صداها الصحف تتحدث في كل مرة عن لائحة فيها فلان وفلان، وكذلك أفتى سليم المخاطر بضرورة إعداد قائمة بأسماء التجار الذين سيكونون هدفا لعملية الابتزاز، وهم أولئك الذين لم تتم المنادات عليهم. وحتى تكون الخطة محكمة، فقد تقرر توفير كل ما يجعل الضحايا يصدقون أنهم سقطوا فعلا في قبضة فرقة تنفيذ أهداف الحملة. وضع إدريس مغلال رهن إشارة الفرقة الوهمية منزلا في ملك أخيه يقع أطراف الدار البيضاء. كان شقيقه يعيش في المهجر بأوروبا ولا يأتي إلى ذلك المنزل إلا في العطلة الصيفية. تم تجهيز الغرف لتتخذ شكل مكاتب. صار المنزل يشبه إلى حد كبير مفوضية للشرطة. كان سليم المخاطر خبيرا بما كان يدور في مثل تلك المقرات الخفية للمصالح الأمنية، وحتى لا يدع مجالا للشك لدى من سيتم استقدامهم إلى هناك، فقد عمد الثلاثة إلى تسجيل صوت رجل يتألم لفرط ما يتعرض له من ضرب أثناء عملية تحقيق وهمية. كانت تسمع في التسجيل أصوات رجال يشتمون الشخص الذي يتألم ويصرخ، كانت توجه إليه إهانات كثيرة. كان عزيز المرتدي الذي عمل في مكتب للتعشير هو من تولى وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال والصناعة الذين تربطهم بالخارج علاقات تجارية، فالفترة التي أمضاها في مكتب التعشير إلى أن قبض عليه وأدين بتهمة السرقة كانت كافية ليعلم الكثير عن علاقات عدد من زبناء المكتب، وكان يعلم أن الكثير مما كانوا يقومون به لا يخلو من شبهة وإن كان الظاهر منه يبدو سليما. تأسيسا على تلك اللائحة وضعت خطة تحرك الفرقة الوهمية. كانت الخطة تقوم على مباغتة الواحد من أولئك التجار في مقر شركته، حيث يقوم سليم المخاطر وعزيز المرتدي بالقبض عليه، ثم يرغمانه على مرافقتهما إلى المفوضية على متن سيارة سوداء تشبه تلك السيارات التي تستعملها مصالح الأمن وتحمل لوحات معدنية مدنية. ما أن يركب الشخص المقبوض عليه حتى توضع على عينيه عصابة تأخذ السيارة وجهة ضاحية الدار البيضاء إلى ذلك المنزل الذي تتخذه العصابة مقرا أمنيا للتحقيق والاستنطاق. نجحت العصابة في أول عملية لها، وتم ابتزاز أحد التجار الذي دفع 200,000 درهم قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد أن وقع على تعهد بأن يتوارى عن الأنظار شهرا كاملا. أوهمه الثلاثة بأن الغرض من ذلك عدم إثارة انتباه رؤسائهم إلى أنهم أخلوا سبيله. مكث في إحدى غرف ذلك المقر يومين على مدى ليلتين، لم يذق طعم النوم، فقد كان يسمع في بطن الليل صراخ رجل يتعرض للتعذيب، وتوجه له شتائم مهينة ومذلة وتهديد بما هو أقسى إن هو لم ينطق بالحقائق كاملة. كان آخر ما يسمعه كلما اقترب موعد الفجر أنات لا تتوقف وأصوات أبواب تفتح وتقفل. كان الثلاثة موقنين بأن جو الخوف الذي يعم أوساط التجار ورجال الأعمال من جراء كل ما يروج حول الحملة كفيل بأن يضمن لهم أن الواحد من أولئك الذين يبتزونهم لن ينطق ببنت شفة. غالبا ما كان المستهدفون ممن يحسبون كل صيحة عليهم، إذ يتمازج في أعمالهم وأنشطتهم ما هو قانوني بما هو غير مشروع، ولذلك فإن العصابة كانت تتحرك دون أن تكون لدى أفرادها مدعاة إلى الخوف أو الحيطة حتى. كان نجاح أفراد العصابة في الحصول على 200,000 درهم في عملية واحدة مما فتح شهية أفرادها على المضي قدما ومواصلة عملياتهم. كانت اللائحة التي أعدها عزيز المرتدي تتضمن أسماء يعد أصحابها من كبار الفاعلين في النسيج الاقتصادي بالدار البيضاء. كان في جملة تلك الأسماء
اسم الحاج بن ناصر العشباوي، وكان تاجر أثواب معروف وصاحب معمل للملابس الجاهزة، له علاقات مهمة مع شركاء في إسبانيا وإيطاليا وهولندا. كان في جملة أنشطته المناولة التي تقتضي استيرادا مؤقتا للأثواب التي تتم خياطتها ثم إعادة تصديرها. صباح يوم جمعة ترصد إدريس مغلال وعزيز المرتدي وصول الحاج بن ناصر إلى مكتبه في إحدى عمارات شارع الزرقطوني، ولما وصل وركن سيارته باغته الاثنان، ولم يكن قد خطأ سوى بضع خطوات إلى مدخل العمارة، ثم أرغماه على ركوب السيارة السوداء. وضعت على عينيه عصابة، بالنسبة لعصابة الثلاثة فقد كان الحاج بن ناصر صيدا ثمينا ظفروا به. هل سيصدق ظنهم؟ سنعرف ذلك غدا. ملفات بوليسية.